واحد من أهم وأخطر الكتب في العالم، كتاب تقدر من خلاله تعرف المستقبل، كتاب خاص ومنسوب لآل البيت والعلماء المتخصصين في علم الحروف. من خلال الكتاب ده قدروا يعرفوا توقعات 2023 في العالم هيحصل إيه. الجفر أو الجفر هو اسم الكتاب، وهو معروف بأنه علم الجفر أو علم الجفر. والكتاب ده مكتوب على جلد ماعز أو جلد ثور صغير. الكتاب ده منسوب لسيدنا علي رضي الله عنه، وهو كتاب معترف فيه عند الشيعة. والكتاب ده بيعتمد على علم الحروف. من خلال الكتاب ده يقدر الشخص يعرف كل التفاصيل المستقبلية اللي ممكن تحصل بناء على علم الحروف. وكتاب الجفر ده له أكتر من حاجة. كتاب الجفر نفسه المسؤول عن علم الحروف، وجواه بعض الطلاسم اللي بيستخدمه بعض السحرة، وهنوضح الكلام ده قدام شوية. الكتاب التاني اسمه الجفر الأبيض، والكتاب ده جواه كل المعلومات عن العلوم الخاصة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبيشمل كل النسخ الحقيقية من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. وكمان بيحتوي على كل قصص الأنبياء بالتفصيل الممل. وبيتقال إن المعلومات دي كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيديها لمجموعة منتقاة من آل البيت علشان يخصهم بالعلم ده. الكتاب التاني اسمه الجفر الأحمر، والجفر الأحمر ده عبارة عن حقيبة فيها كل مقتنيات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الحقيبة دي في بعض الخطط الهامة للحروب اللي سيدنا محمد كان بيديها كأسرار لآل البيت. بعيدا عن ان الكتاب ده صح او غلط، وده هنقوله في اخر الفيديو، لكن الكتاب ده بيعتمد في الاصل على علم الحروف اللي هو كتاب الجفر الرئيسي. وعلم الحروف بشكل مختصر بيتقسم للآتي: حروف من التراب، وحروف من النار، وحروف من الهواء، وحروف من الماء. ومن طبيعة حروف اسمك واسم والدتك بيقدر العالم ان يقدر يحدد انت من اني فصيل من الحروف دي، وبيقدر يحدد من خلال الحروف طاقتك ومستقبلك وتفاصيل كتير جدا عنك، وطبعا بيتم استخدامه في السحر. لكن خلينا في المهم، تخيل ان الكتاب ده تقدر كمان من خلاله تعرف اسماء الملوك والحكام اللي هيحكموا الارض وهيحكموا الدول في المستقبل. والعلماء اللي مؤمنين بكتاب الجفر قدروا يوصلوا لأحداث كتير هتحصل سنة 2023، وأهمها ظهور علامات كبرى من علامات الساعة أو علامات القيامة. أول حدث متنبأ أنه هيحصل سنة 2023 هو حدوث فيضانات قوية جدا على دول ساحلية كتير في أمريكا، والفيضانات دي هتتسبب في تدمير الدول دي تماما. وكمان هيحصل فيضانات في بعض الدول العربية، والفيضانات دي هتتسبب في غرق الأراضي الزراعية. كمان الكتاب بيقول إنه هيظهر جبل الذهب، وجبل الذهب ده مجرد ظهوره هي واحدة من أهم علامات قيام الساعة. وكمان الكتاب بيقول إن هيحصل جفاف تام في دول أوروبية كتيرة جدا، وإن الأرض هتبتلع الماء بالكامل، وهتبقى منطقة أوروبا متعرضة لجفاف قوي جدا. ومن أخطر التوقعات اللي قالها كتاب الجفر إنها تظهر كتلة نارية كبيرة جاية من الفضاء متجهة على الأرض، وهتتسبب في دمار وتغيير كامل لشكل الأرض. كتاب الجفر بيعتمد على الحروف زي ما قلت، وعلى طلاسم كتير. الطلاسم دي بيستخدمها سحرة كتير جدا في إيهام الناس بأن هم يقدروا يعرفوا عنهم كل حاجة، ويقدروا يحددوا لهم مستقبلهم. بيتم استخدام الطلاسم دي قدام الناس بشكل مباشر من خلال أن الساحر يسأل الشخص عن اسمه واسم والدته، ويبدأ بحسابات علم الحروف اللي موجودة جوه كتاب الجفر، يقدر يحدد بشكل قوي جدا مستقبل الشخص ده أو أحداث هتحصل للشخص ده في المستقبل. لكن في آخر الفيديو خلينا أقول لكم المفيد: كتاب الجفر يقال إنه موجود، وإنه منسوب لسيدنا علي، وإنه مكتوب على جلد الماعز أو جلد ثور صغير زي ما قلت. لكن الحقيقة إن في مجموعة كتيرة جدا من العلماء بتشكك في وجود الكتاب أصلا، وبتقول إن الكتاب ده تم كتابته من أشخاص تانيين خالص مجهولين، وتم نسبه لسيدنا علي علشان الناس تقتنع بالكتاب أو تؤمن بالكتاب. النقطة التانية إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يختص بمجموعة معينة بعلم، وما اختارش مجموعة أو ميز مجموعة عن مجموعة. لكن المرعب في كتاب الجفر إن كتير جدا من الشيعة مؤمنين بيه، وفي الحقيقة أنا محتاج أسمع منهم أكتر عن الكتاب، ومحتاج أعرف معلومات أكبر عن الكتاب. الحقيقة إن الكتاب مرعب ومخيف، لأن في ناس كتير جدا بتعتمد عليه لمعرفة المستقبل. سلام عليكم.